بتصحى البلسس ايه بارادوكس، ها اللي هو ايه ان العيان مع التنفس بيبقى عالي الانتراثوراسيك بريشر عامه في البرونك الازمه، بيبقى ترانسميتد للرايت فينتريكل فمزقوق السبتة من ناحيه الليفت انكروتشمنت عليه، مع الانسبيريشن تبص تلاقي انكروتشمنت ده زاد ونتيجه الدم راح للرايت فينتريكل ها اثناء مع بالنيجاتيف بريشر، يعني ادي اهو القلب تاني اهو مع الانسبيريشن زاد الفينس ريتيرن اهوت وهو في بريشر عالي في الصدر اوريدي زائق ده، فايه يروح مزققه لك اكتر كده مع الفينس ريتيرن مع الانسبيريشن ايه بيزيد للقلب يقوم يعلي البريشر هنا ها قوي اللي هو اوريدي في بريشر عالي من الشيست بريشر اللي هو بيبقى عالي في الازمه زائد السبتم فيقل الكارديك اوت بوت والبالس فوليوم يقل مع الانسبيريشن. ده اللي احنا قلناه البالسس بارادوكس. ان السي او 2 يبقى نورمال او اليفيتد دي ساين، يبقى دي ساينس اوف سيفير ازمه، وانا بعيدها تاني عشان ايه انا حسيت ان هي ما كانتش واضحه كنت بشرحها بسرعه، اللي هي موضوع البالسس بارادوكس ده في السيفير ازمه بيتم ازاي، ان هو البريشر عالي اثناء الايه الازمه جامد قوي بينتقل اكتر للرايت ايه فينتريكل هنا اهوت، بينتقل البريشر له لانه ثين وول يقوم يشفت الايه الانتر فينتريكولار سيبتوم ايه الناحيه دي، يجي مع الانسبيريشن انا زودت الفينس ريتيرن مع الانسبيريشن يقوم يزيد الفينس ريتيرن هنا يزود الايه البريشر مور اند مور يعمل انكروتشمنت اكتر، تقوم تلاقي الايه الكاردياك اوت بوت ايه بيقل مع الانسبيريشن ها، وهي دي البالسس ايه بارادوكس، نفس فكره الايه البريكارديال افيوجن الكاردياك تامبوناد اللي بيبقى فاعس قوي القلب مع الانسبيريشن والقلب مفعوص، بس هنا مش مفعوص بفلويد، مفعوص بالبريشر العالي اللي جوه الايه الصدر نتيجه الايه الازماتيك ايه اتاك. ولكن احنا ايه يعني مش بنعوق عليها، دي الاساس سيكينج الاكسس